مرحبا بكم متابعينا على مواقع التواصل الاجتماعي في أهم الأخبار في دقيقة. قمة سعودية أردنية دعما للقدس. عشرات القتلى الحوثيين بمواجهات غربي اليمن. وزعيم كوريا الشمالية يعد بتطوير المزيد من الأسلحة النووية. إطلاق أكبر كتاب في العالم هذا زايد يروي سيرة القائد المؤسس. تويتر يطلق اليوم أول مدونة خاصة به في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باللغتين العربية والإنجليزية. وتحذير من ألعاب تغري جيلا من الأطفال للعب القمار عبر ألعاب الكمبيوتر الشائعة عبر الإنترنت. وبشرى للمتقاعدين، التخلص من العمل يمنح نوما أفضل. دراسة علمية تؤكد أن صعوبة الاستيقاظ على المنبه دليل على الذكاء.